اوكي عندنا سكند كوارتر بين فاي وناتشرال ان. ناتشرال ان جاينا من بعد ا جود بليسمنت ات ليجن اذا ما كنت غلطان. يب ليجن كانت في اليو كي اتوقع جاب 59 out of 600. فكان صراحة مركز مرة مشرف. اوكي فاي على طول استنى شافه خبط في ال اللي هو خبط في ال لا حول ولا قوة الا بالله كراسينج تيبل زاد الديك لايك حقه بعدين خبط الشيلد قال اسمع هذا اسهل ابي مسويه في حياتي بعدين اعطاه الفين اعطاه النير وبغى يجيب عليه بعد ابي ثانيه بس انه اوكي نايس دي اي من نايس دي اي من ناشونال ان بس فاي مره مصحصح الستيف بيري دور بيري هالمره بس ضيع اتوقع مس انبوت للداون ثرو وسوى سايد بي تريد من هذا الجبل سوى ايرون سوى الجراب على طول سويت دي اي اواي بعطيك باك اير وفاي اخذ ثاني ستوك فاي مو بخلي ناتشرال ان على راحته ابير نير ابير ابير اوه اتوقع كان يبغى يسوي ريفيرس باك اير بس انا ما طلع مع الريفيرس طلعت بدال الفير وكان جريدي جريدي كان يحاول يسوي البيري على الداون اير بس انا ما ضبطت معه فاي سوى باكير توقع التيك ما صار في تيك يب سوى هو اير دوج فاي على طول بنش بابي وفاي اخذ الجيم 1-0 عاد اللي ما يدري فاي تو راجع من الكويت لعب لوكال هناك في الجراند فاينل قرر يلعب ستيف هل يطلع ستيف الحين يقول لي لا طيب هو في الجراند فاينل حق لوكال الكويت ضد ستار مود لعب ستيف فاز جيم وخسر جيم بعدين حول لويجي وكمل الجراند فاينل او شيء زي كذا اتوقع فا ايه ففاي يلعب ستيف بس حلو نبدا الكومبو بس ناتشرال ان بس شو اسمه لويجي قال اسمع عندي فريم 1 انفيزيبيليتي طلعني منها فاي حتى مو مخليه على راح يسوي داون اير قاعد يرقع عليه يضربه بالابير ويستخدم الانفل عشان يكمل الكومبو بس انه نايس شيلد من ناتشرال ان بانش على داش تاك ولا سماش بعد عني قاعد يبني قام فاي قال اسمع دينك من الثيك الجي خليني بوديك الجي الثانية حلوة الابير حلوة الباكير حطت تي ان تي فايم صحصح فايم صحصح ضيع هذا جام ابي ما عليه ما في بانش كان بعيد مره عشان يبعد عن الابي بعد ما اقدر بانش الداون الابي اي عشان يبعد عن الابي بعد بدي هاي حقه عشان كذا ما اقدر بانش الابي يس اوه نايس ال شو اسمه لحظه رسول الله الكارت حقت ستيف اتس نوت as good as broken without gold تكون بطيئة وتكون واضحة اوه ناتشرال ان ضيع التايمينج حق كان فري ستوك عنده بعد ما امسك بالكارد تكون بطيئة وتكون رياكتبل فقاعد تشوف ان فاي قاعد يستخدمها له وقاعد قاعد يبنشها عليه كل ما حاول يسوي كارت without gold على فوق يقدر شو اسمه يقدر ينط عليه بابير او يسوي له باكير الحين والله تلوك جود فور ناتشرال ان يا عنده جولد عنده دايموند بس انه فاي مو مخليه حتى يسوي الدايموند حقه والجولد توقع باقي له اخر يوز فاي مخليه يحاول يسوي الويك هذا جاب عليه لابتلت كيستيو لما يجيب عليك لابتلت مو بيقول انت الوحيد اللي عندك كومبات قويه اوكي الجولد ما بتخلص والله باقي اكثر من هذا بلاش ما يبان او طلع جولد ثاني فقاعد يسوي هذا عنده الوت شوف لما تشوف فاي محترم مره الكارت لما يكون عنده جولد عكس ما يكون ما عنده جولد يخليه هذا حلو الفير من فاي يستخدم البلوك له عطاه كذا تشيك قال تسوي تك ولا لا بس نايس تك منه وعليكم السلام سنافي وير از دي ان اف دول ما في دي ان اف دول هنا بطولات سماش اوكي حاول على الزيرو ديث نايس اس دي اي من ناتشرال ان امسك بيموت لو والله نايس ماسك على طول بعدها بالاير دوج ما صادعتها بالباكين نايس 50 جرام ابير
ابل حلو الريفيرس اوه ضيعها 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 ضيعها. الاب سماش ما جت لان هذا اوكي بس ما في كان بانش من الفريق رابع فاي اوه ذا تاتش باك واز سو جود فروم فاي عشان يبعد من الليف سماش. اتوقع ستيف دائما زي لوف لما تشوفك تطق البلوكس حقتهم يعطيك سماش من وراها خصوصا اذا كان دائما جابها اوه هالمره ما جاب الباك اير الحين ما عنده اي ماتيريال ناتشرال هيد فقر كامل ساور سبوت بس عنده دايموند داون اير للحين ما يموت ما عنده حرفيا ميبي جاست وان هذا حلو الداون اير سماش عشان تغطي كل الدي ايز اوه فاي تكسس